أعلم فرات أنك تعد لمعرض تشكيلي في جاليري أزاد ناناكلي في مدينة فلورنس، حدثني قليلا عن هذا المعرض. Yes, I have an exhibition in Florence for my photography. سيضم المعرض الذي أقيمه في فلورنسا أعمالي الفوتوغرافية، وسأتي بأفضل ما التقطت من صور على مر السنوات، تلك التي التقطتها في روما أو في بغداد. إنها نوع من المقاربة، كلاهما مدينتان تاريخيتان، مدينتان قديمتان جدا. روما كانت مهد الحضارة الغربية، وبغداد هي مهد الحضارة، ولهذا أردت إبراز هذا التفرع المزدوج لمدينتين مختلفتين في قارتين مختلفتين، كيف نمتا وكيف استمرتا عبر العصور. كانت إيطاليا أسعد حظا من بغداد من وجهة النظر هذه، لكني أرغب في كشف الاختلافات أيضا. So see you in Florence. See you in Florence. Thank you, Fourat. Thank you very much.